في سهول إفريقيا تتعايش الكثير من الحيوانات معا بسلام. بغض النظر عن مدى طواعيتها وهدوئها، فهنالك جانب بدائي عدواني. عندما يبدأ الجوع فإن الحياة السليمة والهادئة يمكن أن تتعطل من خلال السلسلة الغذائية، ويبقى قانون واحد وهو البقاء للأقوى. تماسيح النيل موجودة منذ أكثر من 200 مليون سنة. تهاجم التماسيح تقريبا أي شيء يعبر طريقها، ويمكن للتماسيح الكبيرة أن تعض بقوة 5000 رطل لكل بوصة مربعة. بينما كانت هذه القرود تتجول بالقرب من النهر، أحس أحدهم بالعطش وقرر أن يروي ظمأه بماء البحيرة، ولكن كان هنالك من ينتظره بفارغ الصبر. أمسك التمساح بسرعة رأس القرد، لكن القرد كان يسارع من أجل النجاة ولم يستسلم. بعد قتال شجاع مع حيوان مفترس وكثير من الكفاح، تمكن القرد من الهروب من فك التمساح القاتل وعاد إلى القطيع. لقد تمكن بأعجوبة من أن يعيش مع إصابة خطيرة في ذراعه. لم يكن هذا البابون المسكين شجاعا أو محظوظا مثل صديقه الآخر، لقد تعرض لهجوم من قبل تمساح. عندما اقترب من البحيرة من أجل الحصول على بعض المياه، لكن انتهى به الأمر فجأة لكونه وجبة صغيرة للتمساح الجائع. لقد بدأ التمساح بالفعل بالتهامه. الجزء الأكثر حزنا هنا هو كيف أن بقية القطيع كانوا يراقبون بلا حول ولا قوة، بينما صديقهم كان يلتهم دون أن يتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك. لكن هذا ليس هو الحال دائما. يمكن أن يكون العيش في مجموعات مفيدا جدا في حالة كارثة مثل هذه. لحسن حظ هذا القرد الصغير، لديه عائلة يمكن الاعتماد عليها في أسوأ المواقف. لقد خلصت هذه الأم قردها الصغير من فم التمساح في آخر لحظة. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى نتمكن من تقديم المزيد لكم إن شاء الله.